سلام الوليدات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. دابا غادي نمشيو للسؤال ولا التمرين 9 عفوا، في الصفحه 78. اذا هنا شنو عندي؟ عندي 7000 ناقص 439 كيساوي 81 أسيت نعم. بغينا نتاكدوا من هذه العمليه والصحيحه ولا لا. اذا خصني نمشي نحسب هذه ونحسب هذه ونشوفوا واش متساويين ولا لا. اذا هذه القيمه اللي بغيت نحسبها غادي ندير العمليه ديال الطرح كيف ما موالفين. دونك 7000 ناقص 439. اذا اول حاجه صفر ناقص 9 لا يمكن، غير خصنا نستلفوا واحد. اذا 10 ناقص 9 غتعطيني واحد، خصني ارد السلف دونك يعطيني 4 لتحت، والفوق خصني نتسلف عاوتاني. دونك 10 ناقص 4 6، خصني نرد السلف ونعاود نتسلف. 10 ناقص 5 5، خصني نرد السلف. 6 ناقص 1 غتكون هي 7 ناقص 1 غتكون هي 6. اذا هذه القيمه هي 6561. خصني دابا نمشي نتاكد من هذه القيمه حتى هي. بكل بساطه كندير 81 في 1 و 8. غنجي نحسب ونشوف. 1 في 1 1، 1 في 8 8، غنحط هنا نقطه. 8 في 1 8، و 8 في 8 64 هي 1. المجموع 8 زائد 8 16 احتفظوا به. 1 1 زائد 4 5، هنا 6. اذا انا غتعطيني 6561. اذا متساويين، وبالتالي فهادو متساويين. شنو غادي نقول لهم؟ اذا 7000 ناقص 439 تساوي 81 اس 2. دابا غادي نمشيو لاش الحاله الثانيه. اذا عندي 321 فاش في 102 واش كتساوي 32 اس 3. اذا هنا اول حاجه غادي نبدا بهذه العمليه اللي هي 321 فاش 102 ونشوفوها شحال كتساوي ليا. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ 321 وهنا غناخذ 102. اذا من الاحسن انني ندير العدد الصغير لتحت لانه غيعطيني حساب سهل. جوج في واحد غيعطيني جوج، جوج في جوج غيعطيني أربعة، جوج في ثلاثة غيعطيني ستة. غندير نقطة وندير المباقي عبارة عن أصفار. غادي نحط نقطة هنا ونحط نقطة هنا، هنا غيكون عندي واحد جوج ثلاثة. إذا هنا غادي نجمع غيعطيني جوج أربعة ستة سبعة، وهنا غيعطيني اثنان، وهنا غيعطيني ثلاثة. طابقين؟ دونك هنا غادي نحط هاد القيمة اللي هي 32 سبعة أربعة جوج. طابقين؟ دابا غادي نمشي وغادي نحسبو القيمة الثانية اللي هي 81 أس 2، عفوا 32 أس 3. طابقين؟ كنعتذر، أنا عندي 32 أس 3 دونك ماشي 31، دونك 32 أس 3. أشنو كتساوي؟ كتساوي 32 مضروبة في 32 مضروبة في 32. إذا أشنو غادي ندير هنا؟ 32 في 32 غنحسب هذه هي الاولى. اذا شنو غيكون عندي؟ 32 فاش في 32. اذا جوج في جوج 4، جوج في 3 6 نقطة، 3 في 2 6، 3 في 3 9. اذا غيعطيني 4 6 12 احتفظوا بواحد. اذا 1024. اذا هذه غتعطيني 1024 مضروبة في 32. مزيان. إذا دابا غادي خصنا نحسبوها حتى هي. إذا بالدور ديالنا خصنا نحسبو هاد القيمة. إذا غادي ناخد ورقة أخرى وغادي نحاول ندير فيها هاد العملية. إذا بكل بساطة شنو عندي؟ 1024 في 32. إذا جوج في 4 8، جوج في جوج 4، جوج في 0 0، جوج في 1 جوج. هنا غنحط نقطة وندير 3 في 4 12 احتفظ بواحد. 3 في 2 6 زائد 1 7 0 3. إذا أنا غيعطيني 8، غيعطيني هنا المجموع ديالهم 6، المجموع هنا غيعطيني 7 2، وهنا غيعطيني 3. إذا إلا حطيت هاد القيمة غادي تكون هي 3200 7 6 8. إذا واش عندي نفس القيمة؟ بطبيعة الحال لا، كيبان لي هنا عندي هاد العدد 32 أس 3 أشنو عطاني، وهاد الجداء أشنو عطاني. إذا عندي 3 3 2 2 7 7، ولكن عندي 68 وهنا عندي 2
40. اذا في هذه الحاله غادي نقول لهم واحد الحاجه وحده غادي نكتبها هنا، تخالف هكا، تخالف هو هذا الرمز.